مصاصة مع تلفاز، هل هناك شيء أفضل؟ هاي هدوء لننفذ مقلبا بآلس. تلصق هذا الشعر المستعار تحت إبطي، سيكون هذا جيدا. هيا. مرحبا آلس. أو مظهر مثير، هل سبق وسمعت بالشمع؟ فكرة جيدة، يمكنني استخدام هذا. واو لقد نجحت حقا، أعتقد أنني سأتقيا. نلت منها. تدا أخفتك. انظري لهذا. ماذا؟ الآيس كريم بالكولا؟ هل تحركها به؟ يبدو هذا ممتعا. آيس كريم وكولا من فضلك، سأحضرها حالا. يا فتيات، واو كان هذا سريعا. هل أنت مستعدة لتجربة هذه الحيلة؟ تبدو الكولا باردة. كلا، يجب أن نحركها، ألا تذكرين؟ سنغمسها الآن. يبدو هذا رائعاً. ما رأيك؟ نزل كل الآيس كريم وأصبحت الكولا كريمية. حان الوقت لتذوق هذا الشيء. ليس سيئاً. هي خطرت لي فكرة. واحد آيس كريم من فضلك. كان هذا سريعاً. أردت تجربة شيء آخر مع حبوب البن، سيكون مذاقها جيداً، أليس كذلك؟ أعتقد ذلك. صحة وعافية. مرون بعض الشيء، بدأ شكله جيداً على الأقل. شكراً، محاولة غير موفقة. هذا مضحك جداً، كما أصدر هذا الصوت الغريب؟ يشبه صوت الغراب. هاي، هل تستمعين إلي؟ أظن أنك لا تسمعين. أوه، كولا، حان الوقت لرج هذه. هذا كافٍ، سيكون هذا رائعاً. الكولا في كل مكان. أوه رائع، هذا ما أتحدث عنه بالضبط. هاي أحضرت لك الشراب. من الأفضل تجهيز الكاميرا. سأنقر على العلبة قليلا. شكرا على الكولا. لم تنفجر. أشعر بالإحباط. لماذا لم تنجح حيلتي؟ سأجرب علبتي. طيب، سأرجها ثم أنقر عليها. أوه، آمل أن لا تنفجر. أوه، نجحت. نجح النقر. هل حاولت حقا إعطاء علبة بعد رجها؟ لا يهم، أكملي شرابك. حان الوقت لتناول وجبة خفيفة صحية. موزة شهية، تماما كما أريد. هذا غريب، أين ذهبت؟ سارقة الموز، كنت جائعة. حسنا، لحسن الحظ هناك واحدة أخرى تبدو شهية. لا تفكري بذلك حتى، أعطيني إياها. ابتعدي، خذي هذا. أوه سلطة، هذا ممل. عذراً، مهلاً، سأعود حالاً. سأخذ شوكة طعام وكماشة، سأستخدم الكماشة لتني الشوكات بشكل عمودي بهذه الطريقة، ويمكنني استخدامها الآن لتقطيع الموزة إلى أقسام. يمكن لكلانا الآن الاستمتاع بتناولها. تفضلي. حقاً، أنت الأفضل. أوه، أليس تحب الموز كثيراً. أوهو. مرحباً يا فتيات، سأحضر الشراب. أغنية جميلة. هذا كافٍ. أوه، مشروب غازي يشعرني الرقص بالعطش.
شكراً، أراك على حلبة الرقص. حسناً، تصرف وقح، سأسكب كوباً آخر. ممتاز، سأشربه حالاً. سأخذ هذا، شكراً، أنا بحاجة لهذا فعلاً. حقاً، أريد أن أشرب. هل يمكنك سكب كوب لي؟ وأنا أيضاً. هل تمزحون؟ مهلاً، أعرف كيف أحل هذه المشكلة. أنا بحاجة إلى هذا الإبريق، أملأه بالمشروب الغازي. لم أنتهي بعد، ثم سأربط هذا الرباط البلاستيكي بشكل فضفاض وألفه حول مقبض الإبريق، ثم سأضعه على الإبريق لينزلق الرباط فوقه لتثبيت الرباط على المضراب. يمكنني الآن ملء 3 أكواب معا. لقد وفرت الكثير من الوقت. يا شباب، ليأخذ كل منكم مشروبه الغازي. ها، شكرا إيما، لنحتفل. تناول الطعام يا جدتي. تفضلي يا عزيزتي. ما هذا؟ أوه، لن أتناول هذا الشيء. هل هذا طعام أصلاً؟ يبدو كمعجون ورق الجدران. أعتقد أني جائعة. كيف يبدو يا عزيزتي؟ لذيذ. سأجرب تذوقه. أمل أن يكون مذاقه أفضل من رائحته. أوه، بل هو أسوأ. يستحيل أن أتناول هذا الشيء. يجب أن أتخلص منه. يمكنني قضاء وقت ممتع على الأقل. انطلقي. أوه، ضربة جيدة. لا، هذا ليس جيدا. هل أنت بخير يا جدتي؟ لا تلعبي بطعامك، تناوليه. رائع. ماذا سأفعل الآن؟ يمكنني تحضير شيء لجدتي لتناوله. هذه فكرة رائعة. سأضع هذا القلب الكرتوني في المقلاة. سأثبته وأسكب فوقه بياض البيض. والآن سأضع البياض ينضج. أعتقد أنه جاهز. سأزيل القطعة الكرتونية. سأقص الجزء المحيط بالقلب. يجب ألا أقص شيئا من البياض. والآن سأضع صفار البيض. سأستخدم حقنة لأكون أكثر دقة. سأملأ القلب بالصفار ثم أنتظر حتى ينضج. رائحة طيبة. مرحبا جدتي، حضرت لك الطعام. عزيزتي، هذا رائع. شكراً يا حلوتي، يبدو شهياً. أين هي؟ أوه، لقد أتيت. سررت برؤيتك. لدي الكثير لأخبرك به. كان الحفل. تبدو هذه المعكرونة شهية. أوه، حسناً، كان لطيفاً جداً. مهلاً، سأتناول المعكرونة. إذن أين كنت؟ حسناً، الحفلة. لم أصدق أنه كان يرتدي تلك الملابس. مستحيل. أو إيما؟ كان هذا محرجاً. إيما، المعكرونة، أعتقد أنك بحاجة للانتباه. لكن كانت ليلة رائعة. هل يمكنك النظر إلى طبقك؟ يجب أن أفعل شيئاً. عليك القدوم إلى الحفل التالي. من المؤسف ألا تحضري. سأعلم إيما أداب المائدة. أشعر أنني مصففة شعر. لا 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 لا، أو صودا با با با. لا 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 لا، أو صودا با با با. لا 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 لا. أوبس. لا، توقفي. لم أتوقع هذا. بقي لدي 2 نقاط على الأقل. هيا. هذا مزعج. على الأقل هناك زجاجة أخرى. بثبات، هذا سهل. أرجوك لا تغمريني. مهلا، لدي فكرة أفضل. يمكنني استخدام شراب الذرة. سأضع ملعقة من شراب الذرة في صودا. أظن هذا كاف. ثم سأعيد الغطاء. سأرجها جيدا بعد التأكد من أنها محكمة الإغلاق. ثم سأضعها في الثلاجة لتبرد. أعتقد أنها جاهزة. با با با. لا 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 لا، ولا حاجة للقلق الآن بانتشار الصودا في كل مكان. واو، انظروا لهذا، ومذاقها شهي. هذه أفضل بكثير من الصودا العادية. وإرسال. تجعلني الإجابة على الرسائل الإلكترونية جائعة. يا لضخامتها،
وينبغي أن تلهيني لفترة. هيا. ظفري، انتهيت من تزيين أظافري للتو. فستق غبي، لكني ما زلت أعشق مذاقه المالح. كلا، لا يستحق. ستنجح أسناني أم لا؟ ماذا فعلت؟ كان هذا في فمي. ليس لدي خيار آخر الآن. ليس بهذه سرعة يا إيما. هذا أنت، كاسر الفستق الخارق. سمعت أن هناك مشكلة، أعطيني هذا. التقينا مجددا يا حبة الفستق، لنبدأ الكسر. ثواني ثواني، انظري، استخدمي قشرة أخرى لفتح هذه الحبة. هل فهمتي؟ ولم ينكسر أي ظفر. بسيطة للغاية وشهية بشكل لا يوصف. شكرا لك. أراك بخير. تغيرت حياتي للأبد. إنا، انظري لهذا، جهاز التحميص على جانبه. إنها تعد الخبز المحمص بالجبن ولم يسقط منه شيء. هذا ذكي فعلا. هترغبين بتجربة ذلك؟ أنا أحب الخبز المحمص بالجبن. هيا بنا. ماذا لو فعلناها بهذه الطريقة؟ سأضع الخبز وأضع الجبن فوقه. هل ترين؟ سيكون بالمذاق ذاته. الخبز المحمص بالجبن هو الأفضل، لن يأخذ وقتا طويلا. إنها فكرة ذكية. دوري. هذه الطريقة أقل صعوبة، ولست مضطرة لتنظيف صينية الفرن بعد الانتهاء. هيا يا صغار، المكان دافئ هنا. ظهور الفقاعات على الجبن يعني أنها جاهزة. انظري إليها، جبن ذائب وشهي. أشم رائحة دخان. تينا، هل تشمين ذلك؟ خبزي المحمص، نسيت أمره. لا، حسناً، لقد أخفقت. كان الفرن شديد الحرارة. النجدة قادمة يا فتيات. وجدت مصدر الدخان، تم إفراغ الماء. يجب أن يفي هذا بالغرض. كل شيء بخير الآن سيدتي. هل كان هذا ضرورياً؟ مقرف. لا عليك، معي قطعة إضافية. أنا جائعة قليلاً. رفعت اليوم أسعار الأسهم ثم عادت الهبوط. هذه الأخبار مملة جداً. حسناً، سأغير القناة لمشاهدة شيء آخر. حسناً، سنقدم لكم المنتج التالي. لدينا هذه دمية السيارة الرائعة، إنها مذهلة. العدد محدود، لذا سارعوا بطلبها. حتماً ترغبون في اقتناء هذه السيارة ضمن مجموعتكم، وهي ليست مجرد دمية على شكل سيارة، بل يمكنكم التحكم فيها باستخدام جهاز للتحكم عن بعد. جهاز التحكم هذا بحجم مناسب وسهل الحمل. واو، يمكنكم الحصول على سيارة وجهاز التحكم مقابل $100 فقط، لكن سارعوا بطلبها الآن. أمي، أرجوك، هل يمكنني الحصول عليها؟ أرجوك أرجوك يا أمي. يا إلهي، إنها باهظة الثمن، لكن جارد يريدها. ستحقق من النقود التي لدي. يا إلهي. أمي، لا تملكين ما يكفي من المال، أليس كذلك؟ يا إلهي، يا له من فتى طيب. يتظاهر أنه لا يكترث للأمر، لكن أعلم أنه يشعر بخيبة الأمل. إنه يتناول البسكويت الذي صنعته له. يمنحني هذا فكرة رائعة. حسناً، سأذهب وأتحقق مما بداخل الدرج. كنت أعلم أنني سأجدها هنا. عزيزي جارد، لدي شيء لك. لا أريده إن لم يكن تلك السيارة. ليس هي، لكنه يساعدك في الحصول على السيارة إن كنت تريد. لدي هذه القطعة النقدية، ويمكنني إطعامها لصديقك الصغير. أليس هذا لطيفاً؟ لقد التهم القطعة النقدية، أريد إطعامه قطعة نقدية.
سنواصل إطعامه النقود. إن أطعمناه ما يكفي من النقود سيكون لدينا مبلغ كاف لشراء السيارة. وهذه قطعة النقدية، يا إلهي يبدو أنه قد امتلأ. بالطبع هو كذلك، لنتحقق من النقود التي وفرناها. حسناً، ها هي النقود يا أمي. هو الكثير من النقود، أعتقد أنها كافية. سأعود حالاً. انظر ماذا لدي، سيارة جديدة بجهاز تحكم لك أنت. أوه، سيارتي، حصلت على سيارة جديدة. شكراً أمي، وشكراً لصديقي صندوق توفير النقود. لقد أبليت جيداً في توفير هذه النقود. هلا الصباح، أنا متعبة جداً. حسناً، ربما علي تحضير الإفطار. البيض على مائدة الإفطار فكرة جيدة. مهلاً، يبدو أنه قد حدث خطأ ما. حتماً أنا بحاجة إلى المزيد من النوم. لا بأس، سأشرب شاي. لا يمكنني الإخفاق في هذا. أشعر بثقل في عيني. أنا مستيقظة. ماذا حدث لكيس الشاي؟ هيا، هذا أفضل. أنا بحاجة إلى الشاي. لذيذ. يحتاج إلى القليل من السكر. علي العودة إلى السرير. سأتناول الحلوى بدلاً من ذلك، ستمنحني الشعور بالسعادة إن تمكنت من فتحها. هيا، لماذا يحدث لي هذا؟ حسناً، سأحضر شيئاً آخر. الرامن، طعامي المفضل. لا يمكن أن أخفق في هذا. لا! يا له من يوم! أهلاً، خطرت لي فكرة. سأقص فتحة في كيس الرامن. أوبس، من الأفضل إخراج الصلصة. ثم أرش كل التوابل. أضيف إليها الماء الساخن. رائحة شهية. يامي. ما الحاجة إلى الوعاء الآن؟ يا تيكتوكاوية، شاهدوا قوة الرائعة. أمازحكم، لكن هذا وقت الشراب والمقرمشات. انظروا للتيك توك، إنها قوة رافعة. وقت المقرمشات رائع. وكانت الحلقة الأخيرة مضحكة للغاية. كان المشهد الأخير مضحكا فعلا. لما هو عنيف هكذا؟ تمام، على الأقل هذا أفضل من أن يقدمك على العشاء. إن كان هذا رأيك. أتساءل ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ وتذكر ذلك الجزء الذي سقط فيه الحصان؟ نسيت الحصان! إنها تزداد سوءاً الآن. هاي، ما رأيك أن أغادر؟ ها هو المخرج، يجب أن ننتظر فقط حتى يفتح. هيا، طريق الخروج. فرصتنا الآن. 1، 2، 3. أردت حقا البقاء. يا إلهي، هذا العرض مضحك للغاية. كلا، واصل التمرير. رائع، أتظنين هذه الحيلة ستنجح؟ وضعته في الميكروويف، ثم ماذا سيحدث؟ أصبح هلامياً. ماذا ستفعل به الآن؟ على اللحظة؟ مستحيل، سنجرب هذه الحيلة. الميكروويف جاهز. أحضرت حلوى الجالي وطبقاً مناسباً للميكروويف. انظروا لهذه الألوان، بضع دقائق كافية. افتحيه، لا تحرقي نفسك. سأحضر المصاص الآن وأنفخ. لقد نجح، هل تصدقين هذا؟ مذاقها رائع أيضاً. عمل جيد، سننفخ المزيد. واو، هذه ضخمة.
خاطرت لي فكرة، سأجرب دببة الجالية، إنها المفضلة لدي. أتمنى لك حظا طيبا أيتها الدببة الصغيرة. بالكاد أستطيع الانتظار دقيقتين. حان الوقت، هل أنتم بخير يا صغار؟ لماذا هذا الشيء منفوش؟ لم أتوقع هذا، ربما يحتاج لدقيقة أخرى. يجب أن يكفيه هذا الوقت. ها؟ لم أضع موزة هنا. حسناً، دقيقة إضافية. تينا ساذجة فعلاً. ها؟ سأضع العنصر الآخر. لونا؟ لا أصدق ما تفعلين. وداعاً. أوه واو، انظروا إلى هذا، يا لها من فكرة ذكية. مرحبا أبي، لقد عدت من المدرسة. أو لا، أنا جائعة، بطني يصدر صوتا. أبي. أوه حسنا، اخلعي حقيبة الظهر واجلسي على الطاولة وضعي هذه المريالة لتبقى نظيفة. حسنا، وها هي الأطباق، لنبدأ العمل. لدي حبة الخيار هذا، سأقطعها. أوه أبي، أنت تقطعها بطريقة خطأ، توقف. أو حسناً، سأقطعها الآن بشكل أفضل. أو لا، الخيار يتدحرج تباً. مهلا لحظة، أعرف ما علي فعله. حان الوقت لإجراء مكالمة. أبي، أنا جائعة جداً، يستغرق هذا وقتاً طويلاً. لا عليكي. أو ها هو الطرد الذي طلبته. أجل، وصلت أداة التقطيع العصرية التي طلبتها. سأعود الآن لتقطيع الخيار لك. سأضع ثمرة الخيار هنا فحسب، وأضغط المكبس لتقطيعها إلى شرائح. انظروا إلى هذه الشرائح، سأقطع الجزر الآن. أوه، وقطعت الخس هذا، تفضلي يا لازي. ياي، وأخيراً لدي شوكتي وأنا جاهزة للأكل. أوه، أحب الخيار، خاصة عندما يكون مقطعاً على هيئة شرائح. لذيذ، شكراً أبي. أنا سعيد لأنك سعيدة يا عزيزتي. مرحباً جميعاً، معكم شعري لليوم. أوه، مرحباً تينا. أوه، بسكويت. حتماً هذا شهي. أوه، ماذا حدث؟ لما لا تأكلين هذا البسكويت؟ لقد تألمت أسناني عندما حاولت قضمها. أوه، طيب، هذا البسكويت صلب كالحجارة. حتماً هناك شيء يمكننا فعله. هاي، انظري، لنستخدم هذه المطرقة. أجل، سألقن هذه البسكويت تتدفسن. لم تنكسر، عظيمة، ستنال ما تستحق. منشار، فكرة مدهشة. مذهل، سيكون هذا الفيديو رائعا. فيو، استخدام المنشار متعب حقا. هل تمزحين؟ ما زالت قطعة واحدة. هذه البسكويتة خارقة. عظيم، حان الوقت لاتخاذ إجراءات صارمة. أوه عظيم، المنشار الآلي. واو، تتناثر الأشياء في كل مكان. عظيم، انتهيت. مستحيل، هذه البسكويتة لا تقهر. أعتقد أن هذه البسكويتة هزمتنا رسمياً. مهلاً يا تينا، انظري لهذا. أوه، وضع البسكويت الصلب في كوب من الحليب. ماذا؟ صنعوا بسكويتاً ليناً كالعجين؟ سأعالج هذه البسكويتة بالحليب. هيا إلى الكوب أيها البسكويت، سأضيف الحليب الآن. المقدار ممتاز، والآن حان وقت استخدام الملعقة. علي أن أسحق البسكويت حتى يختلط الفتات مع الحليب، ثم ننتقل إلى الميكروويف ونضع به عجينة البسكويت ونشغله. سيتولى الميكروويف طهيها في الحال. عظيم، حان وقت التحقق من النتيجة النهائية. انظروا، تبدو مثل كعكة بسكويت صغيرة. سأرش فوقها القليل من السكر المطحون والزينة أيضا لتصبح بمظهر شهي وجميل. هيا نتناولها. أوه واو، إنها مثل كعكة البسكويت. بثبات، حسنا، يمكنني هذا. يبدو هذا جميلاً. أحضرت لك مشروبك بهدوء وروية. شكراً.
هل نجحت؟ تفضلي، سأسكبه لك. أوبس، أو لا، آسفة جدا. كوني حذرة، أنا ذاهبة. عودي. كنت أعلم أنه كان علي عدم العمل في هذه الوظيفة. أنا لا أملك القدرة على التوازن، يجب أن أستقيل. لا، هذا ليس الموقف الصحيح. أنا بحاجة إلى بعض التمرين، فلنفعل هذا. لا خوف ولا شفقة، سأتحد مع الصينية. يعتمد كل شيء على التوازن. عقلي ثابت وصينيتي ثابتة. أنا الصينية. لا نجاح دون تعب. انتهى التمرين، هيا بنا. أمل ألا تكون هناك أي حوادث هذه المرة. تفضلي مشروبك الغازي. سأضع الكوب فوق الزجاجة ثم أقلبه. إن قلبت الكوب ببطء لن يفور المشروب. استحق التمرين هذا العناء. لقد نجحت. واو، هذا مدهش. استمتعي بمشروبك الغازي. أجل، أنا الأفضل على الإطلاق في هذه اللعبة. أو لا، خسرت ثانية. يجب أن أبدأ من جديد. مستحيل، لن أخسر هذه المرة. عصابة الرأس والقفازات وسماعات الرأس، سأفوز هذه المرة. حسناً، هيا بنا. أجل، أنا الأفضل وسأفوز. خذ هذا وهذا. هيا بنا، المرحلة التالية. أوه، يلا من لعبة صعبة. أجل، انتقلت إلى المرحلة التالية. رائع، لقد فزت. أنا الأفضل بكل تأكيد. هاي، ما هاللحظة؟ ماذا تقول؟ خسرت؟ لكن هو يا إلهي، جارد، ماذا هناك؟ هل أصبت بأذى؟ خسرت اللعبة، أترين؟ حسناً، ما رأيك في هذه اللعبة بدلاً منها؟ لا أريد مخروط الآيس كريم المتطفي. يا إلهي، كيف يمكنني مساعدته؟ هو يوجد مخروط الآيس كريم هذا. أعتقد أن لدي فكرة. تستعير لعبتك يا بني. لحظة، سأعود حالاً. أحضرت هذه القطعة الدائرية من ورق الفوم ثم سأطويها بهذا الشكل. سأحتاج إلى هذه البالونات المفرغة من الهواء وهذه الكرة الإسفنجية. سأضعها الآن على حافظة الهاتف. وها هي جاهزة. جارد، لقد عدت ومعي هاتفك ولدي مفاجأة لك. حسناً، على ما أعتقد. ما هذا الذي على حافظة هاتفي؟ رائع، شكراً أمي، أنت الأفضل. هاو، انظري إلى هذا، بترة على الوجه الأخضر، سأعصرها. هو، لا أعتقد أنه يفترض حدوث ذلك. حسناً، استمتع يا عزيزي، ستعود أمك إلى السرير. هو، يا له من يوم طويل، أريد الاسترخاء قليلاً فحسب. مهلاً، ما هذا؟ ما هذا الشيء على الأرضية؟ هل هو تراب؟ لا، أعتقد أنها بذور. بذور بطيخ. لنرى. مهلاً، كيف وصلت إلى هنا؟ سأتتبعها للبحث عن مصدرها. إنها تقودني إلى هذا الطريق. أعتقد أنني اقتربت. هو يا إلهي، هل هذا بطيخ حقيقي؟ أحب البطيخ كثيراً. مرحباً أبي، هل تريد تناول البطيخ؟ حسناً، يبدو أن علينا التنظيف يا لازي. ابقي ثابتة، سأنظف وجهك. إنها في حالة مزرية. الكثير من عصير البطيخ، يجب أن أعصرها. أو الكثير من العصير في الكوب. لا أصدق الفوضى الهائلة التي سببت هذه الفتاة. يوجد هنا مكعب روبيك. أعتقد أن لدي فكرة. لنرى. أجل، لدي فكرة ملهمة. سأخرج أداة تقطيع البطيخ على شكل مكعبات. هيا، أحب هذه الأداة. سأمررها على لب البطيخ لتقطعه بهذا الشكل، ثم أضع القطعة في الطبق. سأقطع المزيد منها. إنها بطيخة كبيرة. أحتاج الآن عينان تنظيف الأسنان. إنها أداة بسيطة. وضعت قطع البطيخ في أسياخ وها هي جاهزة. تفضلي يا لذي. ياي، بطيخ لذيذ وطري ويداي نظيفتان. حسناً، أنا سعيد لأنك مستمتعة بتناول الفاكهة. أحب عصير البطيخ الطازج. هل تريدين القليل منه يا لذي؟ الدجاج جاهز. أوف، إنها مائدة شهية فعلاً. الطماطم، نسيت وضعها في السلطة. تمام، سأفعل ذلك الآن. حان وقت تقطيع حبات طماطم صغيرة. توماس في المنزل؟ لا أصدق أنك اشتريت هذا.
ضعها جانبا يا فتى. لن تأكل الشيبس قبل أن تقطع هذه الطماطم. سأذهب إلى غرفة المعيشة. تمام، ما هذا الحظ السيء؟ كم حبة هنا؟ ستأخذ هذه ظهرا كاملا. التقطيع صعب بشدة صح؟ سأقطعها من المنتصف وأستمر بالتقطيع. أوف، حقا؟ هل هذا كل ما أنهيته؟ كم تبقى؟ لن ينتهي هذا أبدا. يمكن لهذا الغطاء أن يساعدني. إنه جميل ومستوي. سأجرب. 7 حبات وغطاء واحد وتقطيع سريع. طالما تمسك بها بثبات ستحصل على أنصاف الحبات في مرة واحدة. أترى؟ قطع مثالية. هذا هو التوفير للوقت، والفضل كله لهذا الغطاء البسيط. وهيا إلى الوعاء. لم تعد هذه المهمة فظيعة. في الواقع إنها شيء ممتع. انتهيت. أمي، انتهيت. ماذا هناك يا عزيزي؟ هذا البرنامج مضحك. أوه، لقد خدعت. أوه، هذا صعب. سأختار هذا. أنا متحمسة لتناولها. لذيذة. أوه، إنها مجرد قطعة من الشوكولاتة. اجلسوا أيها الطلاب. هي، هل هذه شوكولاتة؟ الطعام ممنوع. حقا؟ ظننتها مجرد نكتة. الطعام ممنوع. أعني، كيف لم تعرفي ذلك؟ تخلصي من هذا. حسنا. والبقية؟ لكن هذا إهدار للطعام. حسنا، هل أنت سعيد الآن؟ لا يمكنك خداعي. أفرغي حقيبتك. هذا ظلم. لم أقتنع. هناك خطأ ما. لا أعرف عما تتحدث. تماما كما توقعت. ماذا؟ كيف فعلت ذلك؟ إلى القمامة. قبض عليك. لماذا أنت سعيدة هكذا؟ أنت بحاجة إلى هذا. لذيذ. ماذا تفعلين؟ إنه من الحلوى. سأريك السر الذي أتبعه. انزعي الممحاة من القلم ثم ضعي شفاطة فوق القلم. سأقص الشفاطة وأترك جزءا صغيرا منها فوق القلم. ثم سنحتاج إلى شمعة. سأسخن دبا جيلاتينيا فوق الشمعة. سأستخدم ملعقة معدنية لهذا الغرض. سأنتظر إلى أن يذوب الدب تماما ثم أسكب السائل الجيلاتيني في المصاصة. سأحاول تجنب سكب أي من السائل ثم سأنتظر السائل حتى يصبح جامدا. سأزيل المصاصة الآن. واو، أعطني قلما. شكرا. هاو، لذيذ. هل تتناولن ممحاة القلم؟ هل يمكنكن فعل ذلك؟ أوه، لا أفهم طلاب المدرسة. أوه يا إلهي، أنا متعبة. أجل، يجب أن أؤدي هذه الحيلة. هو إنها بانتظارنا. واو، تبدو هذه البطيخة شهية. هو لقد نامت. هاي، انهضي، ليس الوقت مناسبا للقيلولة. هيا، علي عمل هذا الآن بمفردي. خطرت لي فكرة. هاي، هوه يا إلهي، ماذا هنا؟ هل أنت حامل؟ هو متحمسة لحفل حمام الطفل. مهلا، اهدئي، إنه مقلب، لست حاملا. إنها مجرد ثمرة كبيرة، هذه بطيخة. هو تشبه الجنين. أعرف ما علي فعله. أعطني هذا الشيء. هاي، ماذا تفعلين؟ إنها بطيختي الوحيدة. لا تقلقي، أعرف ما أفعل. أعطني عصابة للرأس. هاو، أنا مستعدة لتقطيع البطيخة. هيا. هو يا إلهي، كوني حذرة. تقطيع، تقطيع. ها، توقفي، توقفي، يكفي هذا. يا إلهي، لم تشاهدي الفيديو، أليس كذلك؟ حسنا، هذه البطيخة.
أعرف، لقد أزالوا القشرة باستخدام سكين، لكن تركوا بقعة من القشرة في المنتصف ثم قطعوا القليل من اللب. ها؟ ماذا يفعلون؟ هو إنهم يقطعونها إلى شرائح. هو فهمت، شرائح جميلة. لقد فعلوا ذلك فعلاً. انظري إلى هذا الطبق من البطيخ، مذهل. واو، مستحيل، لقد نجحت، مدهش. أترين الآن لما طلبت منك التوقف عن التقطيع؟ سأتذوقها الآن. واو، بطيخ شهي، حلو وطري. واو، يشعرني هذا بالجوع. هل هناك شيء أروع من هذه؟ تمام، يمكنني تناولها مع الشوكولاتة. تعالي إلي يا عزيزتي. ما زلت جائعة. الكثير من الشوكولاتة. لا أشبع من هذا الشيء. شهي للغاية. أوبس، سأمسح هذا. لا أهتم حتى، هذا مذهل. ها؟ أنهيت كل الفراولة؟ أكره حدوث هذا. عظيم، ماذا لدينا هنا؟ أوه، أكره الإعلانات التجارية. ما هذا كله؟ حتما كانت هذه إهمال لطخت المكان. حتى المناديل متسخة؟ أصبح أقذر من ذي قبل. مهلا، لحظة. تمام، كان يجب أن أعلم بأن هذا سيحدث. لا أعلم حتى ما الذي علي مسحه أولا. مرحبا يا توماس، أتريد بعض الفراولة؟ إيما، توقفي أرجوك، هناك طريقة أفضل لعمل هذا. أدخلي ماصة الشرب من هنا واصلي دفعها حتى يزول العنق. أصبح لديك ثقب الآن، أترين؟ والآن سأنتقل لأفضل جزء. ضع الشوكولاتة في الحقنة. يجب أن أضع كمية كافية. والآن حان وقت الحقن. ها قد امتلأت دون أي فوضى. طريقة سهلة ورائعة. يومي، هذه كمية مثالية من الشوكولاتة. هذا رائع فعلا. هذا في غاية الروعة. جميل. واو، مذهل. أنا جائعة، هل هناك شيء أتناوله؟ هاي، حبوب الإفطار ستفي بالغرض. ماذا؟ العلبة فارغة. يا لسوء الحظ، ربما ينفع هذا الخردل. لا، مستحيل. عظيم، ماذا الآن؟ ماذا عن طبق من المعكرونة؟ لا، إنها سادة وعديمة النكهة. هاي تينا، انظري لهذا، إنها تأكل معكرونة زرقاء. أتظنين أن بوسعنا فعل ذلك؟ أنا متأكدة من قدراتنا. المريلة والقبعات والقفازات مستعدتان. حان وقت إضافة الفانتا إلى المعكرونة. يبدو هذا كافيا. سأخلطها جيدا كي تمتص اللون. جاهزة، لقد أعددنا معكرونة زرقاء جميلة حقا. هيا نتذوقها إلى فمي. مذاقها جيد. التهمناها بسرعة. سيكون حفلة رائعة. هاو، المكان جميل، سنمرح كثيرا. هل تريدين مشروباً؟ ليمونادة وردية، جميل، لا يمكنني فتحها. سيغضب طبيب الأسنان مني. ماذا؟ أريد أن أشربها. من يجدي هذا؟ بدأ الأمر يزعجني. زجاجة غبية، لن أستسلم. لابد أن هناك طريقة لفتح الزجاجة.
ماذا تفعلان؟ أعطني هذه الزجاجة. انظرا، جائزة. ماذا؟ كيف؟ تفضلي. واو، لكن زجاجتي ما زالت مغلقة. حسناً، بصحتك، اشربي من زجاجتي. شكراً، لنحتفل. حان وقت التسلية. ليس بهذه السرعة، يمنع إدخال الطعام والشراب. سأفحص. واو، هل هذا آمن؟ حسناً، يمكنك الدخول. ها؟ توقف. ما هذا؟ واو، أعطني هذا، أنت تعرف القوانين. إنها جيدة لكن ليست كما يجب، يجب ألا تراني. هل يمكنني مساعدتك؟ أوه، حذاء جميل، أنت تعرفين القوانين، لكن هذا ظلم. اذهبي من هنا. ماذا حدث؟ موظفة الأمن صارمة، لن ندخل الحفلة. لا بأس، تناولي بعض الآيس كريم. لا يمكنني، أعاني من ألم في الحلق. يمكنني مساعدتك، خذي حبوب تطهير الحلق هذا. مهلا، أعتقد أنني وجدت طريقة لإدخال الحلوى سرا. سأزيل الحبوب من العلبة، ثم سأحضر زجاجة مشروب غازي وكوب، وسأسكب المشروب الغازي في الكوب وأضيف ملون الطعام إلى المشروب الغازي. لن تبدو كمشروب غازي. ثم أضيف ملعقة من الجيلاتين، ثم أملأ القطارة بالخليط وأسكبه في لوحة حبوب الحلق. سأملأها وأنتظر حتى تصبح صلبة. سأغطي اللوحة بقطعة قصدير وأثبتها جيداً. توقفي، افتحي حقيبتك، ماذا لديك؟ حبوب لألم الحلق. حسناً، يمكنك الدخول. مرحى، لقد نجحت، أعتقد أنني أستحق هذه الحلوى. آني، إنها لحلقي. لذيذة. أريد تناول الطعام يا جدتي. تفضلي يا عزيزتي. ما هذا؟ لن أتناول هذا الشيء. هل هذا طعام أصلاً؟ يبدو كمعجون ورق الجدران. أعتقد أني جائعة. كيف يبدو يا عزيزتي؟ لذيذ. سأجرب تذوقه، أمل أن يكون مذاقه أفضل من رائحته. بل هو أسوأ، يستحيل أن أتناول هذا الشيء، يجب أن أتخلص منه. يمكنني قضاء وقت ممتع على الأقل. انطلقي. ضربة جيدة. لا، هذا ليس جيدا. هل أنت بخير يا جدتي؟ لا تلعبي بطعامك، تناوليه. رائع، ماذا سأفعل الآن؟ يمكنني تحضير شيء لجدتي لتناوله، هذه فكرة رائعة. سأضع هذا القلب الكرتوني في المقلاة، سأثبته وأسكب فوقه بياض البيض، والآن سأضع البياض ينضج. أعتقد أنه جاهز. سأزيل القطعة الكرتونية، سأقص الجزء المحيط بالقلب، يجب ألا أقص شيئا من البياض. والآن سأضع صفار البيض، سأستخدم حقنة لأكون أكثر دقة. سأملأ القلب بالصفار ثم أنتظر حتى ينضج. رائحة طيبة. مرحبا جدتي، حضرت لك الطعام. عزيزتي، هذا رائع. شكرا يا حلوتي، يبدو شهيا. بصراحة إنه فاشل في التقاط السيلفي. هذه المرة قص عينا من عيني في الصورة. أعرف، ما تستخدم كاميرا سيلفي أحسن. يقول إن هاتفه قديم جدا، لكن هذا لأنه شد سيفون على هاتفه الجديد. جد الجد، لقد أسقطه في المرحاض ثم شد سيفون عن غير قصد. طعامي جاهز، سأتصل بك لاحقا. أنا جاءت حقا، تفي هذه النودلز بالغرض. ماذا حل بالنودلز؟ من أين أتى وعاء الجلي هذا؟ طهيت الوجبة الخطأ.
مرحبا يا تينا، ما المشكلة؟ كبسة طعامي وأذرت دبابة الجيلي. ربما يساعدنا تيك توك في حل المشكلة. هيا سجلي. نريد طبقا في البداية، والآن نسكب حبيبات الحلوى ونضيف إليها جل الدببة. سنضيف المزيد من حبيبات الحلوى فوق الجل. رائع، سندعه يجف الآن. لقد صنعنا موزة من حبيبات الحلوى. أو يمكن أن نستخدمها كعصابة للرأس. إنه لين، يبدو شهياً، سأجربه. أعطني حبة أرجوانية، إنها المفضلة لدي. سأشاهد أي شيء به أبطال خارقون. هاي، وأنا أيضاً، هل نتناول الطعام؟ تبدو هذه المعكرونة رائعة. والآن أيها أولاً؟ لا أظن الشوكة ستفي بالغرض هنا، سأستخدم يدي. القشرة هنا مباشرة، صحيح؟ لا! ها؟ هل طلبت طعاماً جاهزاً ثانية؟ أوه، آسف، لا أظن أني ملاحظات، حمداً لله. لنجرب مجدداً. هيا أخرجي. أوه، هذا سخيف. واو، بعض الفكة. شكرا يا آنسة. ماذا؟ هل هذه جمبريايا؟ عجبا، إنها فعلا جمبريايا. من فعل هذا؟ لا أريد سوى الأوراق الخضراء. هل هذه شوربة جمبري؟ هذا ممتع. قشرة غبية، اجلسي هنا. ليس لديها فكرة عن سبب ضحكي. لم ينتهي هذا بعد، سأكلك حتى لو كان هذا آخر ما أفعله. ألديك مشكلة صغيرة؟ أمسك شوكة الطعام واستخدمها لنزع القشرة. ثم قشرها بهذه الطريقة، سهل للغاية صح؟ ويبدو شهيا أيضا. تفضل. أنت خبيرة في الجمبري. أوه، هذا رائع، شكرا لك. تينا، انظري لهذا، انظري لما تفعله هنا. سكبته في الكولا، لا يمكنك رؤيته حتى. ثم وضعته في الثلاجة وننتظر. إنه جاهز، لم يعد مشروبا غازيا. سنجرب هذا حتما. أحضرت شراب الذرة، إنه نفسه بالضبط. لنبدأ اللعب الآن. سأبدأ السكب. لا تخجلي بهذا، إنه يختلط جيدا، أترين؟ لنستخدم صبغة طعام بلون أخضر لنحصل على هلام أخضر. رائع. مهلا، ستمنحها زينة الحلوى مظهرا رائعا. جيد، لكن لا تبالغي. حسنا، ممتاز. بقي أمامنا شيء واحد، سنرجها. بصحتك، سنتركها هنا كي تبرد. نراكما قريبا، سننتظر الآن. هل هي جاهزة؟ تبدو باردة. حان الآن وقت الاختبار النهائي. جاهزة؟ أعصري. لقد نجحت فعلا. تبدو وكأنها حلوى جيلي من سكرايت. انظري لزجاجتي أيضا. إضافة زينة الحلوى فكرة رائعة. حسنا، لنتبادل. هل أنت مستعدة لحيلة أخرى؟ كما تريدين. تبدو هذه البيتزا شهية، لكنها قطعتها بشكل خاطئ. واو، أصبحت أصغر الآن، لكنها تبدو كبيتزا عادية. مذهل. أترغبين بتجربة هذا؟ أعتقد أن لدينا واحدة هنا.
مكتوب عليها يمنع اللمس. عذرا يا كيفن، لنرى إن كان سيلاحظ. سأمضي في تنفيذها. سأقطعها بخط مستقيم من المنتصف هكذا، ولن أنسى أن أقطعها ثانية. يجب أن يكون الخط واضحا. يبدو جيدا بالنسبة لي. سنأخذ القطعة الآن ونعيد النصفين معا هكذا. رائحتها شهية، لكن لا يزال أمامنا بعض العمل. لا بأس لو أخذت قطعة صغيرة أخرى. هيا بنا، لن أخبر أحدا إن التزمت الصمت. هجل، أريد قطعة أخرى. ممتاز، تدا! يا لها من فكرة ذكية، ما رأيك؟ هل سمعت شيئاً؟ إنه كيفن، لم نترك له شيئاً. لن يلاحظ، صحيح؟ ستبدو كبيتزا لشخص واحد. بسرعة، إنه قادم. أين راحت البيتزا؟ لم تأكلانها، صحيح؟ كلا. ها، إنها صغيرة جداً. غريب جداً. سأتناولها في غرفتي. كاد أن يكشفنا. مستحيل، هذا مضحك. أوه، مذاق هذا فظيع. أحتاج إلى بعض السكر. أوه، لما كنت أتوقع هذا. مضحك. أين مشروبي؟ ها؟ إنه سكر فقط. سيغضب مني طبيب الأسنان. كم من السكر وضعت به؟ هذا مزعج جداً. لكن أعتقد أن لدي الحل. يمكنني الاستفادة من هذا الوعاء الفارغ. سأسكب السكر بداخله، ثم سأعيد الغطاء، ثم أستخدم مفكاً لثقب الغطاء. سأحركه بشكل دائري لجعل الثقب أكبر. يجب أن يكون ملائماً لحجم المصاصة. هذا أفضل. الكمية المثالية دائماً. في الحقيقة، طلب أن نخرج معاً. بالطبع، وافقت. انظري ماذا أحضرت لك. أتريدين واحدة؟ لن تمانعي إذا بدأت، صحيح؟ أوه، معي الكثير من الصلصة. أوه، رائع. ها؟ ألا يفترض أن يكون هناك جمبري؟ لم أحصل على نودلز الجمبري، صح؟ أعرف كيف أعثر عليه. تفعيل رؤية الأشعة السينية. مرحبا، إنه في القاع. حتما اقتربت منه الآن. ودان. ماذا تفعل؟ لست بحاجة لعمل الحفر هذه، أتعلم ذلك؟ انظر، إذا فتحت الجوانب سيصبح الوعاء كله كالطبق. واو، رائع. أظن أني وجدته. وقد اجتمعنا. أوه، كم اشتقت إليك. شكرا. لا عليك، سأتذوقه الآن. رائحة هذا الخيار منعشة. سأقطعه لتحضير السلطة. هاي، مرحبا أبي. أبي، ماذا هناك يا عزيزتي لازي؟ أشعر بالملل، هل تلعب معي أنا وصديقي الوحش؟ عزيزتي، أنا أعد السلطة الآن. أبي، أرسم صورة لي، لقد أحضرت ورقة. ليزي، أنا أقطع الخضار لتحضير السلطة، أنا منشغل. أبي، انظر إلى الصورة التي رسمتها لك، أترى؟ عزيزتي، يا لها من لوحة جميلة، لكنني منشغل الآن. يتصرف أبي بفظاظة جديدة، سيندم على فعلته هذا. أبي فظ وقاس. يجب أن أنتهي من تحضير السلطة، حسناً؟ ليس حسناً، لقد أخذت الطماطم التي ستستخدمها. ها. عزيزتي، تعالي، أنا بحاجة إليها. لا يمكنك الإمساك بي، لا يمكنك الإمساك بي، أنا سريعة للغاية.
أعطني هذه يا عزيزتي، أنا لا ألعب. لكن أصغي إلي، إن كنت تريدين فعل شيء ما فيمكنك تناول هذه التفاحة الطازجة. حسناً لا بأس، لكن لا أريد هذه القشرة، لا يمكنني التخلص منها. أنا بحاجة إلى المساعدة. أوه سكين، ما هلان؟ ماذا لو كان هذا ليس كبيراً بما يكفي؟ هذا السكين أكبر. كلا، ليس كبيراً بما يكفي. أوه هذا ما أحتاجه بالضبط. هذه الفأس عملاقة، أريد هذه الفأس. تعالي أيتها الفأس. لا مهلاً، توقفي. أوه لست بحاجة إلى الفأس يا عزيزتي، إنها مؤذية. انظري، دعيني أريك كيف تعمل. لدي تفاحة أخرى هنا. سأدور المقبض وستبدأ أداة التقشير في إزالة القشرة. ستدور حول التفاحة حتى تزيل القشرة بالكامل. هكذا. هذا رائع، أعتقد أنني سأتناول قضمة. واو أريد أداة تقشير التفاح. حسناً هيا بنا، استمتعي بتقشير التفاح كما تريدين. ياي سأدور المقبض، انظر إنها تقشر التفاحة. هاو أزالت القشرة كلها، شكراً أبي. على الرحب والسعة، هيا تناولي التفاحة كلها. هل تريدين بعض السلطة أيضاً؟ حسناً لا بأس.